يا هلا، كل جمعة إن شاء الله نشوف ويا علي العراقي سوق النهضة أكبر أسواق بغداد المستعمل. تعالوا وياي. شكل البناتي على 50,000، كلش نظيف. قدر ما تقلا، إيش قد سعره؟ 25,000. طبعا الحمص بطحينة إيش قد سعرها؟ هاي سعرها بالصدر 250، بس أبيعها ب70. على 70,000. هذا الدرين 30 على 30. هذا صغير 50، صغير على 50,000. غسالة بيش 80 80,000. دراجة 35,000. كونفير فريش على 100,000. هاي الكينود على 90، وهاي على 90,000. قط مال مي على 20,000. دريل على 15. وهاي المعصارة هاي اصغير 35. هاي 100. هاي الكينو غسالة 18 كيلو على 100,000. هاي بيش 125 كيلو. هذا جديدة نظيفة كلش، حتى ثلج بعدها بيها. ايش قد سعرها هاي؟ 175 جديد. هاي الشينون بيش كونفيرا 100، وذني البرادات نهايتها على 75,000، على 5,000 دينار. 4 لد. هذا لايت على الشحن ايش قد سعره؟ 5,000. وهذا الصغير 2 ب5. هذا بيش؟ هذا 2 ب50 على 50,000. وهاي الشرباية على 30,000. هاي شو الاسعار عندني؟ هاي 10 35 زين. على 30 30 انداي 15 0. ذني شو الاسعار انت وياه؟ ذني نهايه 40. قد 45. الوحده على 45,000. مك حبيبي شلون صحتك؟ هذا ايش قد سعره هذا؟ 650. ايش كم مقعد؟ 10 مقاعد. ويا منادر؟ ويا 6 كوشات. ويا 6 كوشات. هذا جديد؟ جديد ما مستقر. 6 كوشات ويا 6 كوشات كلش لطيف. عرى هذا؟ يعني هذا 650. 650. 650. كم قطعة هذا؟ 10 مقاعد. 5 قطع. 5 قطع 10 مقاعد. هاي ألوان الثانية؟ هاي كلها ألوان. خلينا نشوف بعد. شنو قماش هذا؟ هذا وتر بروف. وتر بروف. ضد المي. ضد المي. زين هذا إيش قد سعره؟ نفس السعر 650. نفس الشيء. بهن ألوان كلش حلوة. هذا 850. قلاب هذا ليش حلو؟ هذا شو سعره؟ 10 مقاعد هذا 400,000. 10 مقاعد ب400,000. زين كلش لطيف. هذا ديوان مصري. مصري صاج. اي هذا الضاحب مليون. مليون نعم. هذا ايش كم متر؟ دري تخمين. تخمين واحد 7 امتار. هذا 650. 600 احسن. 600 نعم. زين سعره؟ هذا ديوان 400,000. 400 كلش لطيف. وبيه هواي الوان مثل ما تشوفون، جوزي، سمائي، شويتي، كرار. استاذ هذا شنو هذا؟ 650,000. 10 مقاعد. شنو صناعته؟ هذا اربيل. اربيل؟ نعم. خوش. بيه هواي الوان اصدقائي، جوزي، زيتوني، هواي شغلات. وايد الوان حلوه بي. شوفوا هذا الثاني قد حلو. ايش قد سعره؟ 650. 650. توصيل عندكم كرار؟ نعم. داخل بغداد طبعا. داخل بغداد. تشوفون اصدقائي هذا ما شاء الله معرض كرار. سير جوا جسر محمد القاسم مقابل محطة وقود النهضة المشيدة. كرار. عين استاذ علي، هاي على 50,000. 50. نعم 50,000. كل الألوان مالتها موجودة. حلو هاي. كرار. عين استاذ علي. أرقى أتخم جديدة عنده، دواوين وعراقيات ومونتاج تدور موجود. اللي يجيك من طرف يدير بالك علي. بالخدمة. إيش قلت تليفونك؟ 0771167321. معرض سلمان. سلمان شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ هاي الثلاجات. هاي جديد ما مستعملة. زين. أبي 400 برب المعلان 750 بيضة مال سنة. خوش. درجة أولى. استاذ علي وايد يشوفون الطيوله بالكرتونه.
هاي بيها لون رصاصي واحمر وابيض وبعد بيها لون، وعندها هاي البرادات على 400 هم جديد ما مستخدم بيها ضمان. هاي مجمده؟ هاي مجمده ب 350,000 هم جديده ما مستخدمه بيها ضمان. هاي طباخات ثانيه؟ هذا طباخ مصري يونيونير، هذا سعره 200,000 وهذا ب 350,000 ابو 5 عيون. هاي المجمده؟ هاي المجمده ب 325، هاي 13 قدم وعنده ذي 14 قدم مصورها. هاي الكاونترات؟ عنده هذا متر ونص، متر ونص، متر ونص، هذا سعره 450,000 ما شاء الله. هذا حلو. هذا عنده هذا 2.5 يصير كم متر ونص، هذا تفاصيله تختلف استاذ علي خابرنا احكينا له زين. عنده هذا بيلون ثاني، عنده هذا موديل سله 2.5 700 متر ونص يصير كم متر ونص مرمر. هاي كونفيرن لها ب 250,000 250 اي تمام. استاذ علي جديده ما مستخدمه 25 كيلو سعره 250,000 استاذ علي 250 على الله يشهد درجة أولى شغلة وعندنا مثلها بالبيت زين. هذا البراد؟ هذا البراد مال مية 160,000 هم جديد ما مستخدم بيبان بلازما استاذ علي. استاذ علي هذا 600 متر ونص ومترين جديد ما مستخدم مرمار. عندنا هذا 2.5 متر ونص، هذا سعره 700,000 استاذ علي. هذا ب 350 ب 325 هاي ثلاث قطع متر وعشرين متر وعشرين متر وعشرين مرمار زين. وعندنا هذا هم نفس الشيء ب 325، وعندنا هذا ب 300 ثلاث قطع متر. سلمان اللي يجيك من طرف يدير بالك علي. استاذ علي الى 25,000 واقع عيالي يجي من طرف استاذ علي. ايش قد تليفونك؟ 0774673563 والرقم الثاني 0770983330. وين عنوانك؟ بالناظر مقابل بانزي خانه جو الجسر. ممنون. متواجدين يوميا تدل استاذ علي. ما شاء الله تشوفون شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ هاي الكراسي مال الصالونات قد تبيحين؟ شلون تبيحين؟ 175 ل 100 زين. هذني بيش؟ هذني على 10. الوحدة على 10. كرسي على 10,000. هاي بيش هاي ال. شرباية. مال الأطفال على 35,000. هاي الباب تصعد؟ باب تصعد. عاش تيدك. زين. هذني مال غسل. غسل هذا 175 وهذا 125. هذا الميز. ميز طعام 100,000 أربعة غدا. هذني كراسي. كراسي على 15. هذا هزاز لو شنو؟ هزاز. بيش هذا؟ 75. 75 اي كرام. 65 بيش؟ 60. مرايه مال الحلاقه ايش قد اسعارهم ذني؟ 125. ايش قد سعره؟ هذا سعره 110,000. 110. هذا قنفه. اي. حلاقه كوفه كرام. مال الحلاقه. بيش القطعه؟ القطعه ب 50. شيء كرام. كرسي ثابت يطلع ب 25. 25 زين زين. هذا شنو هذا كراخ؟ ميز حلاق. ميز حلاق كامل هذا بلادي مو عمل. اي تطلع قطعه 200. قطعه 200 ها وياها هذا؟ رف اي يصير بين الميز وين؟ مع الحديقه كلش حلو 175,000 سعره. معرض كرار. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ تعال عصام حجي هذا على 160,000. 160 اي ذاك ذاك ب 175 ذاك يختلف ذاك ابو الجامع زين. هذني شنو؟ هذني مستعملات. هذني مال الصاير. بيش؟ هذني ضايل هني مليون خمس قطع. هاي الكراسي؟ هذا الكرسي ب 85,000 وهذا ب 65. هذا؟ هذا 120. ايش غيرت؟ هذا 55,000. 55 هذني؟ هذا حجي ب 190,000. هذا الاستول؟ هذا الاستول ب 50. هذا 65. هذا؟ هذا على 170,000. هذا ايش قد هذا؟ متر وعشرين. متر وعشرين. هذا بالمتر 3 مجرات 70,000. هذا 55,000. هذا الرف على 75,000. كراسي هاي عصام؟ هاي كراسي مستعمله. هذا الواحد على 15,000 هذا الثابت. وهذني الدوار على 40,000. 40,000. عصام؟ هاي 175,000 بس. باقي عندك قطعتين؟ باقي وراها 100 يعني هذا 90,000. وهذا؟ هذا ب 100 هذا 40,000. 40,000. وزع عصام ابو حسين عندك هسه هذا 80 سنتي ب 45,000 زين. هذا ابو المتر ب 55. هذا ابو المتر ب 55. هذا ابو المتر و20 ب 65,000. متر و20 65. هاي الشربايه هجي هاي الشربايه 45. هاي نفر طابق وطابقين ب 85. قطب هاي مستعمله الوحده على 75. عصام هذا الدينام على 90 ابو حسين. عصام عين ابو حسين ارقى اثاث مكتبي موجود بسوق النهضه اللي يجيك من طرف دير بالك علي. لا 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 غالي تمام. ممنونك. جت تليفونك 0770966 مكرر 7809. جوا جسر محمد القاسم يوميه موجود مقابل محطه وقود النهضه المشير. شلون صحتك؟ بيش هاي؟ هاي 50 فيها مجال. هاي تصير مكتبه كلش حلوه بما انه احب الكتب انا. هاي تفيد
هاي البوفية بيش؟ هاي البوفية بميتين وبيها مجال. ميتين وبيها مجال. هذا شقد سعره؟ هذا بخمسين وبي مجال عشرة. حبيبي شلون صحتك؟ أربعمية وخمسة وعشرين. ديوان باربعمية وخمسة وعشرين. أكو منه هذا ألوان؟ موجودة ألوان. زين. هذا بيش سعره؟ هذا سعره 325. 325. هاي أسعارك ثابتة فاضل؟ ثابتة. ماكو ناس تقول خاف يزيدون بال لا لا هذا 9 مقاعد 325 زين 11 مقعد 375 375 مقعد نفس ذاك الفيديو نشرناه ايه نفس السعر مقعد اسود زين علي شغله درجه اولى مو منها شغل ما على قول تهنى شغله احتاطه شغله درجه اولى زين عندك هذا الرصاص واي بي الوان اصدقائي تفصال تشتغل فاضل تفصال لا والله زين هذا بيش هذا بالتاج ابو تبع السعر فاضل عيني هذا 550 550 علي هذا شغله درجه اولى هذا شنو الحلو بي كاندس مو بلوك يشتغلونه مصريين هذا سعره 850 850 وبعد جماليه ما يده هذا كله جديد استاذ علي ما عندنا شيء مستعمل مثل ما يقول قطعه نادره شغله درجه اولى هذا كله كاندس طبي هاي دواوين الدواوين هذا 375 11 مقعد بلوك اسود هذا مثل 150 هذا اللون الثاني هذا اللون الثاني مالك فاضل علي فاضل حبيبي أيوة. اللي يجيك من طرف يدير بالك علي خدمتك. وين عنوانك بالضبط عنواني بالنهضه جوا الجسر مال النهضه مقابل ذن الحاويات علي يجون هواي جاي يجون للنهضه يقولوا وين فاضل الدراج يقول انا فاضل الدراج لا دعوف تليفونك تعرف تليفوني اعرف تليفونك ليتي يتصل عليك ايش قد تليفونك 0771 أربع مرات أربعة اثنين خمسة خمسة. فمية. 850. 850. وهاي التكملة مالته. على بحسين تعرف هذا الجمالي مال الأسود. أيه. هذا يقول لك أسود بوي أسود. زين. هذا مثل ما يقول بلوك أسود. 11 مقعد سبع مترات. هذا سعره 400 إلا 25 نهائي. 400 إلا 25. سواده حلو. صادق. شلون صحتك؟ سعره صادق يعني هذا الفريش المصري 230 وبي مجال 230 وبي مجال فريش مصري ما شاء الله زين هذا الثاني يعني هذا رويال 180 اي وهذا الاشتار 140 اشتار 140 140 التركي 170 وبي مجال هذا تركي 170 وبي مجال هذا المسلف هذا الاشتار الموسال 60 160 160 نعم الزغار على 110 110 نفس السعر هذا 110 اي نعم 110 ذني شنو صناعتهم امبريال المصري امبريال المصري هذا هذا ايديال هذا ايديال ايديال مطبوع هذا كذلك ايديال المصري هذا ايش قد سعره يعني الايديال على 190 هذا 190 وبيه مجالين هذا القريازي 285 وبيه المجال 285 وبيه مجال القريازي المطلوب اشتار الجامبو اشتار الجامبو ايه 200 وبيه مجال 200 وبيه مجال كده شلون صحتك هذا ايش قد سعره؟ امورك 225 نفط خم تركي على 110 ترى 110 هذا الاخضر 110 هاي الطبلات 200 هاي 100 خمس طبلات طبلات زين كبيرة واربعة صغار ذني على 65 65 كنتور ايش سعره هيدا 250 250 اخذ جديد هاي بيش هاي 100000 اثرينا مال تليفون هيدا 100000 هاي 100000 تركيا والله العظيم مو دواش هذا طبي ما شاء الله ريشه يعني شيء ريشه زين بيش هذا 50000 تخفيضات اللي كان ب 110000 50000 هذا تركي جديد اصلا زين بالمحلات التسعه انا هم ب 350 ما شاء الله شنو اشتي شرط ها ايطالي ايطالي اخذ ايطالي جلده ايطاليه شوف على اللون
هذا الديوان. الديوان 225 وبالمجال. حلو هذا ويا هاي كوشات. هاي كوشات نظيف زين. هاي اللي بلازمه 150 175. اي احنا نقول 105 نايت انترنت. وهاي 100000 نايت. حيدر حبيبي اللي يجيك من طرف يدير بالك عليه. خادم لك الى تخفيضات الله وكيله. ايش قال لك؟ ايش قال تليفونك؟ 0771304641. جوه جسر محمد القاسم مقابل النقليات يوم